في مثل هذا اليوم 27 من صفر عام 589 للهجرة الموافقة لعام 1192 للميلاد، توفي القائد صلاح الدين الأيوبي الذي ولد في عام 532 للهجرة في تكريت بالعراق، وهو فارس نبيل وبطل شجاع وقائد من أفضل القادة الذين عرفتهم البشرية، شهد بأخلاقه أعداؤه من الصليبيين قبل أصدقائه. إنه نموذج فذ لشخصية عملاقة من صنع الإسلام. من أبرز المعارك التي خاضها في حياته هي معركة حطين عام 583، والتي فتح بها بيت المقدس وهزم الصليبيين فيها هزيمة ساحقة، وكان من بين الأسرى ملك بيت المقدس مع 150 فارساً من بينهم كبار قادة الصليبيين. وفي مثل هذا اليوم من عام 1425 للهجرة الموافق لعام 2004 للميلاد، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في قطاع غزة مع 2 من مرافقيه في غارة جوية استهدفت سيارته، وكان الرنتيسي قد تولى قيادة حماس في قطاع غزة خلفاً للشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته قوات الاحتلال مع 9 من مرافقيه. ومما يجدر بالذكر أن الرنتيسي طبيب وسياسي فلسطيني وأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعضو في الهيئة الإدارية في المجمع الإسلامي والجمعية الطبية العربية بقطاع غزة والهلال الأحمر الفلسطيني، كما كان أديباً وشاعراً ومثقفاً وخطيباً، جمع بين الشخصية العسكرية والسياسية والدينية، وتمتع بالهيبة وحظي باحترام ومحبة أغلب شرائح الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي.